تخيلك طول الوقت هي مو طبيعي تطلعي شنو عم ياكل الكتاب اكل بركز كثير شو عم تعمل حج بقى صار لازم نبلش الحلقه يلا بس شوي بالله خلوني بس ركز لانه صفالي سطرين وبخلص طب بس احكي لنا شو عم تعمل بركي من ساعدك خلينا نشوف شايف شايفتيني شايل هالبلوكه هي بدي ادرسها كليات هذا الفصل فقلت من هلا بلش يعني لانه مستحيل اخلصها خلال هذا الفصل وبلشت الامتحانات والاختبارات فقلت خلص اجي لهون مش هركز اكثر يعني لانه بالبيت ما في تركيز نهائيا هلا هو فعلا انه ظاهره الدراسه بالكافيهات كثير منتشره بين الشباب اصلا اليوم رح نحكي عنها وعن كثير اشياء بس بدايه لازم نرحب بالمشاهدين مشاهدينا مساكم خير واهلا وسهلا فيكم باولى حلقاتنا من برنامج حكي شباب معكم انا هيا وانا جود رح نكون معكم بفتره ساعه بفقرات متنوعه رح تتضمن رياضه وموسيقى وجيمز والأهم هو أنا طبعاً إسلام رح ناخدكم مشاوير كتير حلوة لنحافظ على لياقتنا وصحتنا فخليكم معنا خلونا نحكي أول شيء عن ظاهرة توجه الشباب والطلاب للمقاهي لحتى يدرسوا ولا أنت شو رأيك هيا بتحب الدراسة بالبيت ولا بالمقاهي؟ هلا أنا بحب أدرس دايماً بالبيت بس إنه مشكلتي في عندي شغلة هيك أنا ما بحبها فيني بتلاقوني ماسك الكتاب أوكي وهيك رايحة جاية وصوتي كتير عالي يعني كل الحارة بتسمعني شو عم بقوله فيها على فكرة صبايا في دراسة جديدة أجريت حديثا بتحكي انه في علاقة كتير قوية ما بين ريحة الهواء المشبع بالكافيين والعمل والدراسة بمكتب أو بمقهى طبعا بالنسبة لي أنا ما بحب روح على كافيه وادرس فيه لأنه رح ضل مشغول بالرايح والجاي وتطلع شمال ويمين ف ضل بالبيت ادرس احيانا بس هالمره قلت خلاص يعني جو البيت ما عاد يواتيني فقررت اجي على المقهى لحتى اجرب يعني بلكي احسن مثل ما بيحكوا هلا ما اختلفنا بس انه انت عم بتقول انه يعني بتكون صافن باللي رايح واللي جاي وهي الشغلات بس انا بالنسبه لي اللي بروح على الكافيهات بحجه انه يدرس يعني انا احيانا بقول انه بس بحجه انه يدرس يعني مو مشان الدراسه يعني يا اما مشان شيء مثلا بالنسبه بهي الايام لقاءات وما بعرف شو يعني انا ما بامن بهذا الحكي انه انت بتروح على كافيه مشان الدراسه يعني انا مو معك ابدا انه هلا انا شوفي انا قلت لك انا ضد هاي الفكره بس قلت راح اجرب يعني شفتي اليوم بلشت دراسي وانتوا تنتين شغلتوني مثل ما انك شايفه يعني انا كنت عم بدرس يعني وفتنا بنقاشات طويله بسببكم ولا انا كان جاي ادرس على فكره صحيح اسلام وتاكيدا على كلامه لاسلام قامت جامعه بريطانيه اسمها كولومبيا بعام 2012 بتسليط الضوء على هذا الشيء واكدت دراساتها بانه الدراسه بالضجه وبالكافيات وبالهواء اللي نسبه الكافيين مرتفعه فيه كتير منيحة وبترفع من نسبة التركيز ونسبة الحفظ عند الطلاب هلأ ماشي جود يعني هي دراسة من جامعة كتير مشهورة ومعروفة بس أنا بنفس الوقت يعني شو ما كانت ما رح أيد فكرة أنه الدراسة بالكافيهات كتير منيحة وأنت عم جد جاية والله بدك تدرس وتجيب علامات يعني أنا ما بأيد هي الفكرة أبدا هلأ ممكن يكون حكيك صح في حال أنه أنت كنتي جاية مع رفقاتك أنا بحس لما بكون قاعدة لحالي بركز أكتر وبحفظ بسرعة يعني هلا شوفوا مشان نحل هذا الخلاف احسن شيء خلونا نشوف هذا الفيديو ونرجع يعني راح اغير قراري واصير ادرس بالمقهى يعني لانه فعلا في هيك ميوزك واغاني وكثير الجو احسن من البيت خلص انا غير تماما هي الضوضاء البسيطه اللي بتوفرها المقاهي بتساعد الدماغ على معالجه المعلومات بشكل اسرع وبتوفر بيئه مناسبه لنا كنفسيه يعني لحتى ندرس ونركز بشكل اكبر شباب وصبايا انتم كمان فيكم تجربوا هذا الجو ما لكم غير انه تشغلوا مقطع فيديو على اليوتيوب في شويه ضجه مع فنجان قهوة صغير وشوية تركيز وبلشوا أبدعوا بالحفظ والدراسة تمام صبايا بدنا ننتقل لشيء بيحبه الشباب أكثر واللي هو الجيمز بدي أحكي لكم اليوم عن لعبة كتير حلوة اسمها فورتنايت باتل رويال هاي اللعبة هي لعبة قتال جماعي عبر الإنترنت بشكل مجاني طبعا هاي اللعبة كل مرحلة فيها بيكون تحتوي 100 لاعب وهدول اللاعبين بيقاتلوا لحتى يحافظوا على حياتهم هلا ما اختلفنا بس انه يعني بالنهايه انه يعني انه مثلا مين بيفوز كيف بيخسر شو القواعد شو اللعبه يعني انا لحد الان متشوشه هلا هي اللعبه الفكره الجديده فيها انه
في 100 لاعب بيكون يعني عباره عن لعبه سرفايفل. واحد لما ينزل على اللعبه او على الخريطه بده يكون يدور على اسلحه وموارد ودروع وهيك. هذا شيء كثير معقد. اسلحه لا ابدا ابدا هذا مو من اهتماماتنا ابدا ابدا. هي لعبه اكشن, فاللي بيفوز لازم يضل اخر شيء عايش, يعني اخر واحد يضل عايش ويضل بالمنطقه الامنه تبعه. فيكو انتوا تلعبوها شخص لحاله او اثنين او اربع اشخاص يلعبوها بنفس الوقت, يعني تشارك جماعي. لا بالنسبه لي واحد يلعبها لحاله رح العبها, ما رح العبها اسلام خليها لإلك, انا ما رح العبها ابدا. طيب ودخيلك شو يعني رح نستفيد اذا فاز الواحد؟ يعني حطوا اهتماماتكم بالجيم. بالنسبه لي انا بالنسبه لي هاي الالعاب ما بتستهويني كثير. يعني انت جربت اسلام ولا لا؟ اكيد جربته ولعبته, بس انا مثل ما حكيت لك هذا النوع من الالعاب ما بيستهويني كثير. بس المجتمع المحيط حوالي او الفئه اللي عم اشوفها دائما كثير عم يعانوا من الادمان لهي اللعبه, وكثير دائما ماسكين تليفونات او على اللابتوب عم يلعبوها. فمشان نعرف اكثر عن هاي اللعبه خلينا نشوف فيديو عنها. واضح انه اللعبه كثير حلوه, وصار عندي فضول يا اسلام اني اجربها بصراحه. تمام صبايا, مو بس انتم اللي صار عندكم فضول. هي اللعبه عملت ادمان عند عشاق الجيمينج, وفي خبر كثير طريف انه 5% من حالات الطلاق ببريطانيا كان سببها هي اللعبه. بس على النقيض لهالدرجه 5% اوف بالضبط. بس على النقيض كمان كان في حالات ارتباط, وكان في ناس كثير يعني انه يتعرفوا على بعض او يتزوجوا بسبب هي اللعبه. يعني في ايجابيه بالموضوع بالنهايه. فعلا في ناس اذا حبوا فيلم يعني ممكن يرتبطوا. انه في اهتمام مشترك, لما يكون في اهتمام مشترك فهذا الشيء بنظرهم انه يكون كافي لحتى يخوضوا علاقه. نقطة ايجابيه أو حلوه بصراحه. هلا هو بالضبط. بالنهايه كمان مشاهدينا احنا ما عم نحكي 95%, بالعكس نحن عم نحكي عن 5% بس. يعني هذا الشيء بالعكس هي النسبه كثير قليلة. وعلى سيرة هي العلاقات الاجتماعية بدي أسأل إسلام هلأ سؤال. إسلام هلأ فيك أنك تتصل على أهلك وتخبرهم أنك تركت الجامعة لأنه حبيبتك قالتك تترك؟ لا أكيد لا أكيد لا. لا لا لأنه بالبداية يعني أهلي رح يتضايقوا أنه لو صار هيك. بس يعني رح ينزعجوا أنه خايفين على مستقبلي, خايفين أنه أنا شو رح يصير بحياتي بعدين. لأنه بتعرفي الواحد إذا ما دار باله على دراسته أو طموحه أو مستقبله رح يفشل. صح. فبس ممكن اعملها فيهم كنوع من انه دعابه او برانك اعمله فيهم. بس يعني طب انتوا برايكم هذا الشيء بيصير بمجتمعنا ولا لا؟ يعني بنوب مستحيل. لا اكيد الشاب الاسباني اكيد يعني متواجد كثير بهالفتره. اسباني بعد. طيب هلا شو رايكم خلونا نشوف هذا المقطع من الفيديو, نشوف رده فعل الاهالي شو كان رايهم والشباب كمان لما سالناهم هذا السؤال. مشاهدينا هلا رح نعيش هي التجربه الاجتماعيه مع مجموعه من الطلاب ونشوف شو رد فعل الاهالي. يلا نشوف. اذا هلا رنت على اهلك وحكيت لهم قررت انك تترك الجامعه لانه حبيبتك هيك طالبه منك, مش راح يصدقوا. لو احلف لهم 100 حلفان ما بيصدقوا انه لي حبيبه. لا ما هيش رصيد الصراحه. ما معك رصيد؟ هو صعب لانه ابوي هسه نزلني على الجامعه عندي امتحان. عندك امتحان؟ هيك احنا مخلينك. ام لا هي مش راح تزبط اني ابوي يحكي اترك الجامعه فاتح امتحاني. بقول البنت اللي بحكي معها مش راضي اقدم امتحان. ما بعرف تحكي لي هيك بس ممنوع ومش راضي و... طيب فمش عارف شو رايك بعيدهم يعني بعدين شهر 11 شكله ما حدا برد. شكله مش مستنظف يرد علي يا ابوي. هسا انا وحبيبتي انفصلنا تمام, وهذا الاشي خلاني انه انا احمل مادة وتأجل تخرجي للاول. والله شو بدي اعمل. سبش ابوي لو سمحت. حبيبتي قرر انه اترك الجامعة, شو رأيك؟ شو؟ بدي اترك الجامعة انا اليوم. طيب انقلع تعال. جد بحكي انقلع تعال. يلا انت بعمرك يا باري بروحك يا ربي. مش قلت لك ما صدقوش؟ والله لا احلف لها مليون حلفان بتصدقش. هسا شوفي مبدئيا مش راح يطروني من البيت, بس باكل بهدله اقل واجب. لا والله ما لا ما بقدر. تركت الجامعه؟ كيف يعني؟ لا والله ما حملوش يعني ابدا.
بدي اترك الجامعه عشان حبيبتي قالت لي هسه. يعني ما بعرف شغلتين مع بعض اجوا، هم حبيبتي تركتني وما عادش في تخرج. الله الله الله، انت انا داري.